مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيني رشيد. غادي نحاولوا نكملوا السلسلة ديالنا ديال احسن 75 فيلم في التاريخ. وصلنا لفيلم رقم 35. الفيلم رقم 35 هو فيلم تشاينا تاون من اخراج رومان بولانسكي سنة 1974. هذا الفيلم حتى هو من ثلاثة النجمات، يعني انه تذكر في ثلاثة اللوائح. جاء في المرتبة 21 في اللائحة ديال IFA American Film Institute، وجا في المرتبة 11 في اللائحة ديال DGA Directors Guild of America، وجا في المرتبة الثالثة في اللائحة ديال WGA Writers Guild of America. كما كتشوفوا فيلم جا في مراتب متقدمة جدا نظرا للأهمية ديالو والقيمة الجمالية ديالو طبعا، ويعني كونه واحد من الأفلام المرجعية في تاريخ السينما العالمية اللي خص أي سيني فيلي يتفرج فيه. يعني إلا كنتي فعلا كتهتم بالسينما فضروري تكون شتي هذا الفيلم هذا على الأقل مرة واحدة في حياتك. هذا الفيلم هذا تيعاود القصة ديال واحد الديتكتيف بريفي، واحد المحقق خاص كيشتغل في متابعة القضايا الشخصية. الأزواج تيستعنوا بالخدمات ديالو باش أنهم يعني يراقبوا النصف الآخر ديالهم، وفي إطار واحد المراقبة ديال واحد الشخص غادي توقع واحد جريمة قتل وغتطور الأمور بواحد الطريقة زوينة بزاف. فيلم زوين بزاف اللي خاص الإنسان يتفرج فيه. أنا كما قلت لكم في من الأفلام اللي يعني أعلنت أن رومان بولانسكي واحد من أكبر المخرجين في عالم السينما، ويعني فيلم اللي حتى الأداء ديال جاك نيكولسون كان أداء رائع جدا، وأكيد أن الفيلم غادي يعجبكم وكنتمنى أنكم تشوفوه. الفيلم رقم 34 في السلسلة ديالنا هو فيلم لورانس اوف ارابيا من اخراج دافيد لين سنة 1962. هذا الفيلم هذا تهو تذكر في ثلاثة اللوائح. جا في المرتبة 14 في اللائحة ديال WGA Writers Guild of America، وجا في المرتبة 7 في اللائحة ديال IFA American Film Institute، وجا في المرتبة الثالثة في اللائحه ديال DGA Directors Guild of America. وكتلاحظوا بانه حتى هو جا في مراتب متقدمه، يعني اللي خلاه يجي في الترتيب اللي شويه بعيد على المقدمه هو انه ما تذكرش في لوائح اخرين. كون تذكر في لوائح اخرين راه كان غيكون في التوب 5 ولا في التوب 10 ديال الافلام هادو، لان هذا فيلم مرجعي في تاريخ السينما وما كاينش شي واحد ما كيعرفش القيمه ديال هذا الفيلم هذا جماليا وفنيا. يكفي نقول لك بان يعني هذا الفيلم هذا كان وراء العشق ديال بزاف ديال المخرجين الكبار للسينما. يكفي نذكروا ان ستيفن سبيلبرغ تيقول بان هذا الفيلم هذا هو اللي عرفوا على السينما واللي خلاه انه يبغي يدير السينما في حياته. يعني فيلم مرجعي كيستفد منه الانسان بزاف، كيتعلم منه الانسان بزاف. فيلم رائع جدا، تيهضر على واحد لوفيسيي بريطانيك لورانس اللي غادي يمشي يعاون العرب ديال الحجاز ديال الجزيره العربيه في الصراع ديالهم مع لي تورك، يعني في الحرب العالميه الاولى تقريبا في النهايه ديال الامبراطوريه العثمانيه. وانتم كتعرفوا يعني شنو وقع من بعد، يعني الانتداب البريطاني وداكشي كامل. المهم قصه الفيلم قصه زوينه، وغتفرجوا واحد الفيلم ملحمي خاصه الا كنتي من عشاق هاد الافلام هذا. وكما قلت لكم فيلم مرجعي اللي خص الانسان يتفرج فيه الا كنتي سينيفيلي، راه ضروري هاد الفيلم هذا خصك تشوفه. الفيلم رقم 33 في اللائحة ديالنا هو فيلم ستار وورز من إخراج جورج لوكاس سنة 1977. ما كنهضرش على الفيلم يعني الأول في لاساغا، كنهضر على لاساغا كاملة، يعني اللي خص الإنسان يشوفها ويتفرج فيها. هذا الفيلم هذا جا في المرتبة 19 في اللائحة ديال DGA Directors Guild of America، وجا في المرتبة 28 في اللائحة ديال IMDB، وجا في المرتبة 39 في اللائحة ديال روتين. فيلم ستار وورز راه غنية عن كل تعريف، ماشي غير الفيلم وحده ولكن لاساغا كاملة اللي كلها غنية عن التعريف، واللي نقدروا نقولوا حرفيا انها نقلات سينما الخيال العلمي لمستوى اخر. بفضل هذه الصاغة هذه نقدروا نقولوا بان الافلام ديال الخيال العلمي انتقلت الى مستوى اخر، من خلال يعني الجذب الجماهير باش يتفرجوا في هذه الافلام، لا من خلال المداخل في البوكس اوفيس، ولا من خلال يعني كما قلت لكم الشعبيه ديال الافلام وسط الناس
الفضل كيرجع في هادشي كامل لهاد الافلام ديال السلسله ساغا ديال ستار وورز اللي كتعتبر واحد من انجح الساغا في تاريخ السينما، واللي حتى الان يعني بمجرد ما تيخرج شي اوبوس من هاد الساغا هادي كيدير بوم كما تنقولوا بالدارجه وتيحقق واحد النجاح هائل. فيلم زوين الانسان يتفرج فيه صراحه، ماشي غير فيلم ديال الخيال العلمي يعني سطحي، ولكن فيلم عميق وزوين بزاف وكيستحق السبعه كامله اللي خدا. وضروري خص الانسان اللي سيني فيه انه يشوف الافلام كاملين ديال لاصاكا، ماشي غير واحد الفيلم ولا جوج، خصو يشوف الافلام كاملين ديال لاصاكا. انا كما قلت لكم تستحق، ويعني ضروري ان الانسان يشوف هذه الافلام هذو. Anyway, we should be at all around about 0200 hours. You see? You can do it. I call it luck. Are there any other ways out of the cell bay? We've been cut off! What was that? I didn't copy! الفيلم رقم 32 في اللائحه ديالنا هو فيلم نوتوريوس من اخراج الفريد هيتشكوك سنه 1946. فيلم اللي جا في المرتبه الثامنه في اللائحه ديال النقاد الامريكيين ديال شيكاغو تريبيوت، وجا في المرتبه 38 في اللائحه ديال لكايات سينما، وجا في المرتبه 101 في اللائحه ديال دبليو في جي اي ورايترز جيلد اوف امريكا. غير للتذكير فالكتاب السيناريو الامريكيين في اللائحه ديالهم داروا 101 فيلم ماشي 100 فيلم، وهذا الفيلم هذا هو اخر فيلم في اللائحه ديالهم وجا في المرتبه 101. فيلم ديال التجسس ديال الاسبيوناج مورا الحرب العالميه الثانيه، كيتداخلوا فيه يعني جواسيس المان وجواسيس امريكيين، وكلشي كامل في واحد القالب تشويقي اللي هو لا مارك دو فابريك ديال الفريد هيتشكوك كما كنعرفوا كاملين. الشيء اللي تيخلي هذا الفيلم هذا واحد من اجمل الافلام في تاريخ السينما. وطبعا راه ملي تتلقى الفيلم تيحمل توقيع الفريد هيتشكوك راه خصك تشوفوا ان غادي يكون تجربه زوينه اللي غتستمتع بها بصريا، ولا من حيث القصه، ولا من حيث الاخراج، ولا من حيث التشويق اللي كما قلت لكم. يعني فيلم اللي خص الانسان يشوفه ويتفرج فيه ويستمتع به الا كنتي طبعا سينيفيلي كتبغي السينما. الفيلم رقم 31 والاخر في الحلقه ديال اليوم هو فيلم ريجين بول من اخراج مارتن سكورسيزي سنه 1980. فيلم اللي جا في المرتبه 76 في اللائحه ديال دبل في جي اي ورايترز جيلد اوف امريكا، وجا في المرتبه 13 في اللائحه ديال دي جي اي دايركتورز جيلد اوف امريكا، وجا في المرتبه الرابعه في اللائحه ديال اي اف اي امريكان فيلم انستيتيوت. فيلم على الملاكمه، بين اجمل الافلام اللي تصورت على الملاكمه في تاريخ السينما. هذا الفيلم هذا تيهضر على القصه ديال البطل السابق جيك لاموتا، واحد من الابطال المعروفين ديال الملاكمه بالوزن الثقيل، واللي بسبب يعني المزاج ديالو السيء والكاركتر ديالو الخايب غادي يعيش واحد الحياه فوضويه بزاف. نقدروا نقولوا بان لا مارتن سكورسيزي في الاخراج اللي اختار انه يدير واحد الفيلم بالابيض والاسود، ولا روبرت دينيرو في التمثيل بدعوا بزاف هذا الفيلم هذا، وعطونا تحفه زوينه بزاف اللي خاص اي واحد يبغى السينما يشوفها على الاقل مره واحده في حياته. نتمنى لكم تشوفوا هذا الفيلم هذا، لان كما قلت لكم فيلم واعر بزاف. واخا ان الفيلم تيهضر على الملاكمه، ولكن راه الملاكمه كتبقى في الدوزيام بلون ديال الفيلم، وحوايج اخرى هي اللي كتكون في البرومي بلون، بحال العلاقات الانسانيه، بحال الامراض الاجتماعيه اللي كاينه في المجتمعات ديالنا. وغادي نشوفوا كيفاش ان يعني واحد الشخص كيقدر شي يسيطر على بزاف ديال السلوكيات السلبيه في الشخصيه ديالو، غادي يضر الصوره ديالو كبطل عالمي في الملاكمه للاسف. فيلم زوين بزاف خصكم تشوفوه، ونتمنى انكم تشوفوه. Are you fucking nuts? Kill him. Damn it. Come on, pick it up a little, Jake. I'm sorry. Come on, Jake. I got some money on you. Hey, Jake! Hit him back, you bitch! Come on! Fucking bullet in my face! هكا نكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا. كنشكركم بزاف على المتابعه كما العاده. ما تنساوش تابونا في القناه ديالنا وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل اكبر عدد من الناس اللي كتهتم بالسينما. شكرا لكم على المتابعه، نشوفكم في حلقه قادمه. يلا تحياتي.